أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تزايد العنف في هونغ كونغ، ودعت قوات الأمن والمتظاهرين إلى ضبط النفس. مورغان أورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أكدت أن بلادها تراقب الوضع في هونغ كونغ بقلق بالغ، وقالت إننا ندين العنف من جميع الأطراف ونتعاطف مع ضحاياه بغض النظر عن ميولهم السياسية، كما ندعو الجميع سواء الشرطة أم المتظاهرين إلى ضبط النفس. وتشهد هونغ كونغ أسبوعها 24 من التظاهرات المطالبة بتأمين حريات ديمقراطية أوسع من تلك الموجودة في الصين.